اهلا وسهلا فيكم وسلام للجميع. اليوم بدنا ناخذكم في محل جديد فتح في اوتوا. هذا المحل ببيع اشياء عربيه واشياء جميله جدا. خليكم معنا وشوفوا شو راح نشوف في ادونيس. ادونيس عباره عن تشين، يعني هو عباره عن سلسله محلات سوبر ماركتات. كانت فكره رائعه من شباب لبنانية، عائلة لبنانية بدأت في منطقة موريال وربنا فتح عليهم وفتحوا عدة فروع. بعدين شرتهم أو شركت جزء كبير منهم مؤسسة مترو بمبلغ خيالي، وصاروا يعملوا فرنشايز في كثير من المدن الكندية، وأهم هذه المدن كان طبعا ميسيساغا، المحل اللي عمل تحطيم في الأسعار. والآن فتحوا في منطقة جاتينو، يعني في فرع تاني في جاتينو، وحديثا يعني من أسابيع فتحوا فرع في أوتوا. عندهم أشياء يعني رائعة، حورجيكم بعض الأمور اللي ممكن تشتروها هون، يعني كل شيء ممكن تفكروا فيه عربي موجود. Can I have 200 grams from these Moroccan That's good. طبعا الحلو فيه انه بتلاقي كل الشغلات اللي هي العربية، مثلا هاي الجبنة اللي شو بسموها مجدولة، ناخذ منها انواع جبنة خيالية، حمص، مش عارف فما تشيز، مش عارف ايش، نظافة، جميل جدا. اللحوم طبعا في منها حلال وفي منها مش حلال، كنتوا تجوا. طبعاً عندهم برضو دجاج متبل ومسحب وشغلات شاورما. ده اللي بدي أورجيكم سريعاً شو في هون. يعني صعب أورجيكم كل إشي لأنه المحل كبير وجميل ورائع. طبعاً نشكر صاحبنا وأخونا مراد اللي أعطانا الايديا إنه نيجي لكم نتسوق هون. فكرة جميلة إنه نعملكم فيديو عن محل من أكبر المحلات اللي بيبيع أشياء عربية أو شرق أوسطية. نحكي عنده سمك، أرجيكم هيك سريعا سمك. طبعا معمول سامبلينج اذا بتحبوا الشغلات هون. هذا الدجاج حلال. الشغلات ممكن نحكيها انه طلع كم واحد مشغل في المنطقة، يعني هذول اللي بس على الكاشير غير اللي بيشتغلوا جوا في المطبخ وبالهاي. لا فكرة رائعة جدا، واتوقع انه بدي احكي الله يعطيه العافية انه فتحوا محل في اوتوا. اول شيء بندوق اكل ايش زاكي ومرتب ونظيف،
وبطعمة عربية صحيحة، وأكيد أكيد أكيد إنه مشغل ناس، هذه شغلة مهمة جدا، وفي ناس كتير راح ينبسطوا منها لأنه راح يستفيدوا هم وعوائلهم. يعطيكم العافية وسلام من غفران.